إكسبو الشارقة منصة مثالية للبحث عن فرص العمل. ستكون أرض المعارض في الشارقة في فبراير المقبل منصة لجذب المهتمين من الشباب الإماراتيين والخريجين الجدد للاطلاع على الفرص الوظيفية المتوفرة في سوق العمل، وتتيح لهم أيضا تقديم طلبات التوظيف المباشرة من خلال معرض إكسبو للتوظيف. للحديث أكثر عن هذا المعرض وسبل المشاركة فيه وحتى تحضير النفس له، نرحب في الاستديو بالأستاذ سلطان محمد شطاف، مدير إدارة تطوير الأعمال والتسويق في مركز إكسبو الشارقة. أستاذ سلطان، مرحبا بك. مرحبا، مشكورين على دعوتي لبرنامجكم المميز. الشكر لكم. وهذا المعرض الآن يعني في نسخة جديدة 21، وهناك أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة تشارك فيه، فما هو الجديد في هذه النسخة؟ طبعا نحن دائما يعني نسعى في تطوير هذا المعرض، وأن يكون خلينا نقول معرض له دعم مباشر لجيل الشباب في دولة الإمارات. فنطالع شو اللي موجود ولا شو التطورات اللي موجودة في سوق العمل، وعلى هذا الأساس نقدر يعني نشتغل عليها. نطلع في نوعية الناس المشاركة ولا نوعية الجهات والفرص الوظيفية اللي موجودة. جميل. أستاذ سلطان، المعرض ما يقتصر فقط على توفير فرص الوظيفية للشباب، بل هناك برامج تدريبية كلمنا عنها. صح. طبعا نحن يعني هي ما بس مثل ما قلت أنت، ما بس فرص وظيفية، فحتى اللي يبى يتدرب في بعض الجهات يدخل، خلنا نقول مثل هو بيتخرج من الجامعة ويدور في مكان يتدرب فيه، في بعض المؤسسات توفر هذه الخدمة. بالإضافة نحن عندنا بعد من شركائنا الاستراتيجيين اللي هو معهد الإمارات الدراسات المصرفية والمالية، مقدمين عدة مبادرات، منها أن يدربون 100 شخص على شهادة الآيلز، اللي هي طبعا من الشهادة المهمة يعني في مسألة التوظيف ولا حتى في مسألة في الجامعات. والمبادرة الحلوة الثانية بعد مقدمينها أن بيدربون 47 شخص من ذوي الإعاقة لسوق العمل، بيعلمونهم مثلا عن الإدارة وكيف طرق التعامل في المؤسسات الحكومية والخاصة. هاي المبادرات المميزة اللي السنة هاي بتنطرح وبيعلن عنها. نعم أستاذ سلطان، يعني امتدادا لحديثك عن مثل هذه المبادرات التدريبية، نحن نعرف أنكم أيضا قمتم بجولات عديدة ما بين الجامعات. نعم. المنصات الأكاديمية. نعم. قدمتوا نوع من التحضير، خلنا نقول المعنوي والنفسي. نعم. خلنا نتكلم يعني عن فحوى مثل هذه الورش أيضا اللي تقدمونها قبل المعرض. طبعا اللي بيزور المعرض لازم يكون محضر للمعرض، فنحن قمنا بهالمبادرة ان زرنا عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، ان نوعي الشباب كيف يقدمون للوظيفة، كيف يجهزون عمارهم، شو المتطلبات وشو اللي يتوقعون من الجهات اللي بتعين هذا الشخص. فالحمد لله يعني كان في اقبال ممتاز من ناحية الطلاب ومن ناحية اللي في الجامعات والمشاركين يعني بشكل عام. يعني كنا نقول مثلا اللي يبغى يقدم على وظيفه. نعم. اليوم اذا خلنا نقول منصب في مثلا الموارد البشريه، في اللي بيقدم مثلا هذه الوظيفه في 100 واحد غيره، فنحن طبعا الشيوخ علمونا على التحدي وعلمونا على كيف نكون متميزين. جميل. فكيف هو بيكون متميز يوم بيجي يقدم للوظيفه هاي؟ فكنا نقول له مثلا ممكن انه يقدم بحث عن 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 الطريقة، عن مثلا في الموارد البشرية، عن تطوير الموارد البشرية في هذه المؤسسة اللي هو بيقدم فيها. يوم بيقدم السي في ماله يقدم مع بحث، فمن بين 100 واحد واحد اللي مقدم بحث. يعني تكون كأنها أيضا مبادرة من الأشخاص. نعم. اللي باحثين عن الوظائف. نعم. وهي مبادرة تكون يعني استثنائية وزيادة عن حتى وزيادة. يمكن المطلوب. نعم. طيب عندي سؤال أستاذ سلطان، يعني محمد تعرف أن في وايد ناس أكيد الآن يفكرون في هذا الموضوع، فكيف يجهزون نفسهم يعني برأيك؟ شو يعني النصائح خلنا نقول يعني اللي نعطيها للجمهور المتابع؟ واحدة منهم اللي هو قدم بحث، ممكن يسوي مثل خلنا نقول فيديو أنيميشن عن شيء، مثلا خلينا نقول شيء بيئي، بيقدم في شركه مختصه في القطاع البيئي، فيقدم مثلا كيف ممكن يوعي الناس مثلا في الناحيه هذه، ويقدم للشركه فيقول لهم شوفوا هاي الخدمه اللي انا بوفرها كشخص بتوظف عندكم. حلو. فتكون ان الشخص او المؤسسه اللي تبغى توظفها الشخص بتقول هي هذا مميز، هذا بيفيدني اذا اشتغل وياي. فاليوم السوق فيه تحدي وفي فرص كثيره موجوده في السوق. طبعا الجهات ما مقصره من ناحيه توظيف، من ناحيه دعم للشباب.
ولكن بعد نحن نبحث عن التميز، فهذا يعطي مثل ما تقول دافع اكثر لمساله الملكيه الوطنيه. ممتاز. استاذ سلطان، لو نتكلم عن الجهات الداعمه والمشاركه في هذا المعرض هذا العام. طبعا من الجهات الداعمه لهذا المعرض اللي هم طبعا غرفه تجاره وصناعه الشارقه، دائره الموارد البشريه في الشارقه، والقوات المسلحه. طبعا نحن بانشاء هذا المعرض نحن عندنا شركاء استراتيجيين، طبعا ابرزهم اللي هي مركز ولا معهد الامارات للدراسات المصرفيه والماليه. فنحن نتعاون مع الجهات الحكوميه ونتعاون مع الجهات طبعا الاتحاديه والمحليه في مساله توفير ولا ان يكون في مشاركين طبعا في هذا المعرض. طبعا عندنا بعد دعم كبير من القطاع الخاص، عندنا اتصالات وودو من الجهات الكبيره طبعا المشاركه، ايضا الى جانب طبعا مجموعه من المصارف والبنوك. نعم. المختلفه اللي موجوده في الدوله. نعم. تفتح الفرص ايضا امام هؤلاء. نعم. الشباب، بمناسبه حديثنا عن هذا الموضوع والتدريب، ايضا هل هناك ورش عمل، ربما مؤتمرات او جلسات معينه خلال المعرض؟ اي نعم. نحن تقريبا كل سنه تكون عندنا ورش تدريبيه للاشخاص اللي باحثين عن العمل. وطبعا كل سنه يكون في مثل ما تقولون موضوع معين نتكلم عنه، فطبعا السنه هذه بعد بيكون عندنا بعض الورش التدريبيه لهم وبعض المواضيع اللي تنطرح اللي خلينا نقول تتكلم، يعني خلينا نقول في وضعنا الحالي مثلا، او كل سنه طبعا على حسب توجه وعلى حسب المتغيرات في السوق، خاصه في ما يتعلق بمستقبل الوظائف ربما. هنا. ولان هاي هو السؤال اللي الان مطروح دائما عند الشباب، شو مستقبل الوظائف مع التطورات الجديده اللي حاصله الان في قطاعات مختلفه؟ صح، نحن الحمد لله يعني الوظائف موجوده والفرص موجوده، بس ان الواحد كيف يبرز عمره، كيف يقدر انه يقتنص الفرصه هاي بالمعرض. لان عندنا بعد النصائح اللي, اللي اللي ان شاء الله الزوار يستفيدوا منها، اللي هي مساله انه يوم بيصير المعرض ما بلازم يطبع مثلا عدد كبير من السيفيات والملفات. نعم. يقدر انه يختار مثلا يقول لي انا بزور 4 أو 5 فيطبع على العدد، لانه ويجهز نسخه الكترونيه من من من, من الاوراق، يعني يكون عارف هو لوين بالضبط او لاي جهه متجه. استاذ سلطان، اخيرا هل يعني فقط نذكر جمهورنا بالمواعيد الايام؟ تاريخ المعرض هو من 6 فبراير لين 8 فبراير. نعم. من الساعة 10 الصبح لين الساعة 8 في الليل. عندنا يوم الخميس اللي هو 7 فبراير بيكون أول فترة للسيدات من الساعة 10 الصبح لين الساعة 2، وعقب مفتوح للجميع. يوم الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 8 في الليل. جميل، طبعا هالمعلومات كلها ممكن من خلال موقعكم أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن الجمهور الكريم أيضا يبحث عنها ويعرفها أكثر. أكيد إن شاء الله. شكرا لك أستاذ سلطان. جزاكم الله خير على استضافتي. شكرا لك أستاذ.